لما نحكي عن الست والجد وعلاقتهم بالحفيد، أول شي بيجي ببالنا القصص يلي كانوا يحكونا ياها ونحنا صغار مشان ننام. رح أحكي لكم اليوم واحدة من هي القصص يلي كانوا يحكوها جداتنا وكانت معروفة ببعض الأرياف السورية، وأنا شخصياً سمعانتها من ستي. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في فلاح عنده بسطارين، واحد قديم ومهري بيشتغل فيه وواحد منيح ومرتب بيلبسه للمشاوير. وكانت مرت الفلاح اسمها أفة، وكانت قليلة التفكير والتدبير. وبيوم من الأيام سمعت أفة بياع عم بينادي: معنا أسامي حلوة، معنا أسامي حلوة. فطلعت لتشتري اسم حلو بدل اسمها، واشترت اسم قمر. وما كان عندها بالبيت شي تعطيه للبيع مقابل الاسم غير بسطار جوزة. قامت عطته اياه وعطاها البياع الاسم وشوية حمرة وبودرة. وبالليل لبست وتمكيجت واجا جوزة دق الباب وصار ينادي: يا أفة افتحي الباب. بس هي ما ردت وما فتحت لأنه صار اسمها قمر. والبياع وصاها ما ترد على حدا بينادي يا أفة، بس الفلاح خاف إنه تكون مرته صاير لها شي جوا، كسر الباب وفات ولقى أفة محمرة مبودرة وقاعدة على الكرسي. فقال: ليش ما عم تفتحي الباب؟ قالت له: أنت عم تنادي لأفة لتفتح لك الباب، وأنا اسمي قمر. قال له: منين جبتي هالاسم؟ قالت له: اشتريته. قال له: بدي اشتريتي؟ قالت له: ببسطارك. وصار يلطم الفلاح من الخبرية وعصب عليها وقال له: أنا مسافر، وإذا لقيت بغبائك رح أرجع وسميكي ست النسة، وإذا ما لقيت ما رح أرجع لك أبدا. وسافر هالفلاح ومعه بإيده عصاية ووصل لبلدة تانية، وهونيك شاف بالأرض رقبة إبريق فخار، شكل عصاية فيها وحملها. قام شافوا صبيتين حامل العصاية يلي مشكوكة فيها رقبة الإبريق. سألوه: شو هذا اللي بإيدك؟ جاوبن: هذا ناظور بغداد بيكشف الجبل والوادي. قالوا له: كيف؟ قام حط الناظور على عين وحدة منهن وداروا لعند الجبل وقالها: هي الجبل. وداروا لعند الوادي وقالها: هي الوادي. قالت له: تبيعني هالناظور؟ قالها: بس سعره غالي، لأنه مثل ما قلت لك هذا ناظور بغداد. واشترت الصبية الناظور بسعر غالي كتير. وكمل الفلاح طريقه، قام شاف ست استغربت منظره. سألته: من وين جاية؟ قال له: من المقبرة. قامت صارت تبكي وقالت له: شفت اللي أبي هنيك؟ قال له: شفت الناس كلهم، وأبوكي بعت لك سلام وقال بده أكله أواعي وبسطار. قامت هالمرة راحت جابت له الغراض ليوديهم لأبوها، وأخذ الغراض وكمل طريقه. قام شاف فلاح عم يزرع أرضه، وقف عنده وسأله: عندك شي تطعميني وتسقيني؟ قال له الفلاح: لا، بس هلأ بركب حصاني وبروح على البيت بجبلك. قال له: لك أنا كتير جوعان، وإذا بتروح مشي والله أسرع من الحصان، لأنه الحصان لبين ما ينقل رجليه الأربعة بيطول أكتر منك، لأنه أنت عندك بس رجلتين تنقلهم. اقتنع الفلاح وراح مشي يجيب الأكلات. قام جوز أفة فك الحصان وركبه وكمل طريقه لحتى وصل لضيعة تانية استضافوا فيها واحد من السكان وقعد عنده كم يوم. قام حبه صاحب البيت وعرض عليه زوجه وبنته الصغيرة ووافق. وبيوم العرس بعتت الأم بنتها الكبيرة تعبي مي من النبعة، ووقت وصلت البنت للنبعة تخيلت أنه أختها تتزوج وتجيب ولد وتصير تاخده معها على النبعة، يقوم يوقع بالمي ويموت. قامت صارت تبكي وتنوح من المشهد يلي تخيلته. بعتت الأم البنت الصغيرة تستفقد أختها على النبعة. راحت البنت وشافت أختها عم تبكي، سألتها: ليش عم تبكي؟ قامت حكت لها المشهد يلي تخيلته. وقعدت هالأخت الصغيرة تنوح وتبكي معها على ابنها يلي رح يموت بالنبعة. وقت تأخروا لحقتن الأم وكمان هي التانية قعدت معهن تنوح وتبكي على ابن بنتها. قام لحقن الأب ليشوف شو القصة، وبهالوقت هرب الفلاح صاحب البسطار ورجع لعند مرته أفة، دق الباب عليها وقال لها:
رجعت لك يا ست النسه.